ساعات مولا مليانه. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مكناس من العاصمة الإسماعيلية. غادي نرصدوا الأجواء كيفاش دايرة في أول يوم عيد الفطر في ظل جائحة كورونا. هذا هو أول يوم عيد في تاريخ زمان كورونا اللي كنعيشوا فيه ظرفية استثنائية، يعني يوم عيد ما كاينش فيه صلة الرحيم، ما كاينش فيه صلاة في المساجد، ما كاينش فيه الطقوس اللي ملفين كنعيشوها ككل سنة، الأجواء الروحانيات، زيارة أو صلة الرحيم، زيارة الأحباب، الأصدقاء، الجيران، فرحة العيد، فرحة الملابس، فرحة كنا في أيام العيد أيام العادية كان يعني كنبقاو الليل 24 ساعه وحنا فايقين حتى الغد. حنا الان كنشوفوا الشوارع خاويه فيها الا رجال الامن الوطني، فين ما مشيت حنا كنشوفوا السيارات ديالهم جايه معنا ومن مليستر، وكنشوفوا رجال الامن الوطني من اليمن. وغادي نكملوا الجوله ديالنا وغادي نرصدوا لكم الاجواء كيفاش دايره. فتحيه حب وتقدير، تحيه احترام واجلال لرجال الامن الوطني هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس بالمملكه المغربيه كذلك. ففي كل مدينة كتقوم أنهم حاضرين في سردو، أو خصوصا نحن الآن في هاد الظروف الصعبة اللي كتمر منها البلاد. واليوم احنا كنشوفو درنا جولة في الصباح في أول يعني اللحظات الأولى ديال عيد الفطر، فلقينا في الشارع كاينين جوج ديال العناصر، كاين رجال الأمن الوطني ورجال النظافة اللي مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. حقيقة احنا الآن وكنديروا هذه الجولة كنحسوا بنوع من الحزن، بنوع من اشتياق الأيام العادية. لكن هنا كنشوفوا رجال النظافة دايزين الآن كما قلت يعني كيزكيو الكلام ديالي، فهم باقيين مستمرين في العمل ديالهم رجال النظافة ورجال الأمن الوطني اللي حاضرين الآن في الميدان تحت درجة الحرارة اللي مرتفعة اليوم. فالكل ملتزم المنزل ديالو إلا هما، هانتوما كتشوفوا معنا أنهم كيدوروا في الشوارع وفي الأزقة كيقوموا بالعمل ديالهم كيلبيو النداء الوطني. فتحية لهم حقيقة. احنا الآن كنعيشوا فترة أو كنعيشوا في واحد الظروف، احنا كنشوفوا الآن هم الصورة كتجمعهم بجوج، رجال الأمن الوطني ورجال النظافة الملقبون بمهندسو النظافة. تحية لهم، ها هما الآن معنا كيف ما شفتوا كما تنقولوا. تفضل. إذا كيف ما قلت، وحنا الان عاوتاني باقيين كنشوفوا انهم كاينين دراري اللي ديال النظافه غادي نهبط وغادي نحييهم وغادي نرجعوا نكملوا البث المباشر ديالنا. قديم السيكتور 24 ساعه فيه رجال النظافه. يعني تبارك الله عليكم كنشوفوا ان الساحه تاع الهديم او شوارع العاصمه الاسماعيليه كلها نقيه، وهذا بفضل ديالكم. وحنا كنحييكم بحكم عيد الفطر اللي الكل ملتزم المنازل ديالهم. نتوما كنتوا في الصفوف الاماميه مع الاطباء ورجال الامن الوطني والسلطات المحليه يعني اللي كتواجهوا هذا الفيروس. تبارك الله عليكم وتحيه لكم. واجب على كل وطني هذا الشيء. نعم سيدي. هذا راه واجب علينا اختي، هذا راه واجب على كل مواطن. يدير هذا الحظر الصحي ويفترض على نفسه وعلى الغير.
وشكرا لكم انتم انتم راكم انتم راه معنا في الصفوف الاماميه ومع رجال الامن والسلطات المحليه تنشكرهم حتى هما بزاف. تبارك الله عليكم الله يحفظكم ويرعاكم. اذا هنا كنشوفوا قدرتنا رجال الامن الوطني اللي كيف ما قلت مشاهدي القناه شفت فيه هو اللي حاضر الان في ايام عيد الفطر. فلا سائر يسير ولا طائر يطير سوى رجال النظام والامن الوطني. هنا مشاهدي قناه شوف تي في في قلب الميدان.